المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يوضح أن إجمالي عدد الأطباء التابعين لوزارة الصحة بلغوا 5444 طبيباً وطبيبة يعملون في 244 مؤسسة، حيث شكلت نسبة الأطباء العمانيين 35%، في حين شكل الأطباء الوافدون ما نسبته 65% من إجمالي الأطباء التابعين للوزارة. وزارة القوى العاملة بالظاهرة تقوم بإجراء مقابلات لعدد من الباحثين عن عمل، وذلك لتشغيلهم لدى شركة جريت وول والتي تعمل بمناطق حقول النفط التابعة للمحافظة، حيث تم توظيف 10 منهم. فتحت أبواب الاقتراع في السودان صباح اليوم أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين جددت أحزاب المعارضة دعوتها لمقاطعة الانتخابات وحثت السودانيين على العمل الجدي لإسقاط النظام الحاكم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تعلن اليوم عن فرار نحو 800,000 طفل من منازلهم في شمال شرق نيجيريا بسبب الصراع مع جماعة بوكو حرام، وأفادت المنظمة بأن عدد الأطفال اللاجئين زاد إلى الضعف خلال العام الفائت. لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان يؤكد أهمية إيقاف ميسي بعد أن وصفه أفضل لاعب في العالم للفوز في المباراة التي ستجمع فريقه ببرشلونة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل.